بكرة بتضرب بعضها اه عشان ما تأذيش بعضها، فبيتحط في مكان لوحده. لكن الشوكة دي ترشق، هو الشوكة دي دلوقتي عبارة عن مكسية عظم. اه بتكبر عن كده؟ لا هي كده تقريبا وصلت لآخر حاجة. دول الدكورة إنتاج الموسم اللي فات. اه كده عمر سنة. دي دكورة بس حاجات لسه القرون بتطلع. اه يعني بص هتلاقي القرن عبارة عن شوكة غير التاني، ما تزيدش عن 3 أسابيع. اه ما شاء الله. تبدأ لسه حتى الأكل ما بتاكلش، يعني معتمدة في الوقت ده على الرضاعة تماما. في مزرعة لازم عندك حاجة زي أوضة عزل. هو جميل ولما بيتربى بيجري قدامك وبيجري كده بيتنطط زي الخيل. نطط الغزالة جميل. زي جارية الحصان بيجري بأربع رجلين مع بعض بيتنطط ما بيجريش. ما شاء الله. بصوا يا جماعة ما شاء الله الطاووس. الله أكبر ما شاء الله. شايف طاووس أبيض. استنى نشوفه جوه. أول مرة نصوره ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حصري عند أستاذ ناصر أستاذنا الكبير. بصوا يا جماعة ما شاء الله الله أكبر. طبعا ذكور مع إناث. هو برضو في مشكلة. الذكر الطاووس بيبقى لما بيبقوا مجموعة بيأذي، بيبقى ذكر واحد مسيطر على المجموعة وبيحاول دايما يضرب الذكر التاني، ما بيحاولش لو خاصة لو المكان ضيق يعني. فاحنا بنقسمهم مجاميع برضو علشان لو حصل وبقى فيه كذا ذكر يطلع البيض نفسه غير مخصب نتيجة ان الذكورة مشغولة بضرب بعضها. فبنحاول نخلي دايما مجاميع. مثلا مجموعة قد ايه مثلا؟ يعني ذكر وست نتي، ذكر وخمس نتي في الوضع ده. ما شاء الله. الذكر اللي ديله طويل. ذكر النتاية ما فيش ديل. والذكر في الطاووس على فكرة وقع الريش بتاعه بالكامل في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. سمعت المعلومة دي قبل كده بس اللي هي زي ما انت شايف. من شهر كام لكام مثلا؟ يعني يبدا مثلا من اول 8 الريش يبدا يقع لوحده. تخش الصبح تلم. لحد شهر كام؟ لا مفيش، هو في خلال اسبوعين بيكون رمى الريش خالص. يعني انا عندي ذكر مثلا اهو ده رمى ريشه. والذكر الثاني لسه اللي تحت ده ده رمى ريشه خلاص. هيبدا يطلع امتى؟ كمان شهرين يبدا ينبت الجديد. الذكر يعني طول الريشه بيكتمل قبل موسم الربيع. ما شاء الله. يعني الاكل بتاعهم بيكون ايه؟ والله هو اكل الطاووس فيه مشكله شويه. يعني هو بياكل اي حاجه. بس في مشكله بتصادفني او صادفت اي مربي تقريبا. ان لو الاكل مش متوازن بيطلع البيض غير مخصب. يعني الافضل بقى يكون ايه؟ الافضل ان شاء الله عليك استاذ ياكل من الارض البريه، يعني بمعنى بياكل فواكه، لحوم، بياكل حشرات، بياكل جنب ده كله العليقه بتاعه الطير. انا مش عليقه بس ما اعتمدش عليها اعتماد كله. انا في اوقات خسرت في الاول طبعا لان بربي على عليقه بس. نصيحه لا تقدر بثمن. كان بيطلع البيض غير مخصب. فلما سبته ياكل في الارض ابتدى البيض يبقى نسبة التخصيب فيه عالية. حتى ولو بتوكلوا علف تسمين بتبقى برضه نسبة الخصوبة مش كويسة. ولازم طبعا المية أول بأول. المية ما تتقطعش من قدام أي طير أو أي حيوان. الأكل ممكن تقطعه يعني. لكن المية لا. ممكن تحط الأكل الصبح وبالليل ده وضع تاني، إنما المية ما ينفعش. ما الأكل اليوم مرتين أفضل. لا والله أنا بالنسبة لي الأكل متواجد باستمرار، يعني بجيب لهم لحوم اسماك وبسلقها عشان تدي بروتين عالي مع العليقه اللي هي بعلقه التسمين علشان احاول الاقي يعني ايه نسبه خصوبه عاليه. هو بيجيب له مثلا قد ايه كام بيضه مثلا كتفريخ؟ هل في وقت معين كمان؟ هو بيبيض في وقت معين، بيبيض من شهر 3 لغايه شهر 7. كام بيضه بقى؟ يعني هو بيبيض متوسط خمسات. ما شاء الله. يعني خمسات او اربعات. ممكن يدي لك 3 مرات او مرتين. ده لو انت بترقده هيبقى يدي لك مرتين في السنه طبعا. التوس يعني بيرقد بس احنا ما بنرقدش. يعني انا مثلا هوري لك مجموعه ثانيه، انا مربي رومي ما شاء الله علشان ارقده على بيض الرومي. هو بيرقد بس لو رقد انا بخسر وش. يعني بدل ما يديني 3 مرات بيض السنه فهمت. بيديني مرتين بس، بيقل العدد. فاحنا حضرتك بتدخل بديل، ادخل اقعد بيض الرومي، ارقد الرومي على بيض الطاووس. ما شاء الله. الاسعار بتاعته بتبقى في حدود كام مثلا الطاووس؟ الذكر اللي هو الذكر والنتايه البالغين الذكر والنتايه البالغين بيبدا مثلا من 5 6 7 على حسب. بالنسبه للابيض هو الباندا ده مش ابيض خالص. ده اسمه باندا. ده بيبقى اغلى سنه، في الاغلى خالص الابيض خالص. يعني مثلا ده في حدود كام؟ ممكن يعني في ناس عرضها على النت بعشرات ما شاء الله. والابيض
الابيض اللي عارضينه ب 10، الابيض خالص ده ممكن يعمل 7 مثلا اللي هو الباندا. الله اكبر ما شاء الله، اسمه باندا. هو فعلا طفره غريبه شويه ما شاء الله. يبقى الابيض خالص بقى شكله جميل كمان عامل زي فستان العروسه. ذكر فيه جميل ما شاء الله. استاذن حضرتك يا استاذن، اللي هيعمل مزرعه طاووس يعني اقل مساحه مثلا والتكلفه بتاعتها؟ والله هو اقل مساحه هتبقى اوضه 5 في 5 طايلها جزء شمس وهواء. وفي نفس الوقت لازم يبقى عنده جنب دي اوضه للتحضين. يعني زيها اوضه تانية للتحضين. لان ما ينفعش تحط الصغير مع الكبير، الصغير له عنايه خاصه. في الحراره مثلا، حراره وتغذيه وكل حاجه. فلازم يبقى عندك مش مكان واحد زي ده، لا مكانين او ثلاثه لاختلاف الاعمار. لان انت اللي عنده 3 شهور لما تيجي تحط معاه انتاج الاسبوع ده هو هيبدا ينقره ويعوره. فلازم يبقى عندك يا اما انت تعمل بطاريات فوق بعض للاعمار المختلفه. فلازم بمعنى اصح يكون عندك مكانين. ايه المشاكل اللي ممكن تواجه مثلا حد جديد في تربيه الطاووس؟ لو حد مثلا لسه هيربي او داخل الراجل ده في الطاووس، عدم تخصيب البيض. ايه دي اكبر حاجه؟ اكبر حاجه ان انت ممكن تقعد طول السنه، يعني لو حد لسه جابه جديد ياخد باله من النقطه دي بس. التغذيه دي لازم تبقى يعني مراعيها كويس. وان هو يطلع بره ويعوده على مكان مفتوح، يطلع وياكل من الارض وياكل حبوب وياكل حشرات وياكل قواقع، بحيث يبقى الوجبه متكامله معاه. طبعا زي الطيور يعني ربنا يحفظهم لا قدر الله، لو اليوم يبقى تطعيماتهم واليوم كل حاجه، اليوم تطعيمات طبعا ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر عليك يا استاذ، هتسيبه كده ما ينفعش بجد. معلومات هو يعني هو قوي كحيوان، عنده مناعه، الطائر عنده المناعه عاليه، بس برضه ما يمنعش ان انت لازم تديله التحصينات بتاعته. اشمعنى يا استاذنا يعني ما شاء الله اغلب المزارع اللي بيبقى فيها غزلان بلاقي يعني بيجمع فيها الطاووس، اشمعنى اكتر حيوانين بيتجمعوا مع بعض؟ الاثنين مرتبطين بحته النزاهه شويه. فطاووس، نعام، غزال. سمعت نفس الجمله من استاذ سيد قبل كده، مزرعه استاذ سيد. ما شاء الله يعني ايه مش هربي انا فعلا نزيه نزيه. سيبوني اللي بيجي يتفرج على دي يقول لك الله انا نفسي في دي، انا نفسي في دي. انما مش هيبقى واحد يقول لك اديني معزه يعني ما صح. كديكور برضو ما شاء الله. طبعا بينفش الريش بتاعه وقت التكاثر بس. لا ما هو وقت بس، هو خلاص احنا كده في يعتبر في اخر الموسم. احنا انا جيت متاخر يا جماعه، هو مش يعني لسه برضو بس خلاص حتى انتاج البيض واقف خلاص ما شاء الله. الله اكبر، الله ينور عليك يا استاذ، عايش تعبنا حضرتك. استاذنكم اخد من وقت حضراتكم يعني دقيقه واحده او دقيقتين يمكن بالكثير. احنا يا جماعه بنلف وبنصور، واغلب شغل فضل الله زي ما حضراتكم عارفين بيكون من محافظات. اقل شغل على فيديو واحد عندي بيكون 3 4 ايام يعني، ده لو يعني ما كانش اكتر من كده. بحب ان الحاجه تطلع يعني مظبوطه 100% او 101%، عشان طبعا تليفي امام حضراتكم. فرجاء يعني من حضراتكم الدعم، انا عارف طبعا يعني الكل بيدعم بتتزاحف وناس كتير معانا، بس بالله عليكم ما تبخلوش علينا سواء بلايك او بتعليق او بشير للمحتوى بتاعنا. كل ده بنعمله والله العظيم عشان خاطر حضراتكم بس، وبنتعب جدا. انا يمكن يعني ما خدتش راحة من أول ما بدأنا على اليوتيوب مع بعض بفضل ربنا غير مرتين، يعني يوم احتفال الدرع كان أول مرة يعني أنا كإسلام كرم أريح فيه ويعني أخد نفس شوية، بس أنا بحب أفضل يعني شغل متواصل على طول عشان أبقى متواصل مع حضراتكم وما أغيبش عن حضراتكم كتير. أنا حتى الفترات اللي بغيب فيها بتبقى مثلا بصور في محافظات بتاع، فده اللي بيأخر بعض الحلقات شوية يعني دي الحقيقة، لكن ما بيبقاش ان انا بريح او لا لا، انا شغال على طول كله عشان يعني خاطر حضراتكم، ربنا يديمنا معاكم. وانا حصل لي الشرف بيكم وفخور جدا يعني بإني اتعرفت على اصدقاء كتير جدا من خلال القناة، واحنا كلنا هنا اسرة وعيلة مع بعض، وحصل لي الشرف بيكم مرة تانية وتالتة ورابعة، دي تاني مرة بقى اريح فيها. انا بحب شغلي جدا وبحب الحيوانات، قبل اصلا يعني ما ابقى على اليوتيوب بصور مزارع ومحلات ومعارض وحدائق والكلام ده، واللي فيها اغلبها يعني بيبقى البعض اصدقاء ليا، فده لاني كنت بربي زمان ويعني بعمل معارض للحيوانات. ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، وانا يعني اتكلمت عنه اكتر من مره انا اسف، بس اللي عايز اوصله انا بعمل حاجه اللي بحبها وافضل مكمل فيها، لان يعني الاقي نفسي فيها واكتر حاجه حبيبها. ربنا يعني يديمنا معاكم ويوفقنا، وان شاء الله للدرع الثاني، لدرع مليون ان شاء الله بعد الدرع الفضي اللي هيجي لنا الثاني ان شاء الله. ربنا يكرمنا كلنا، وانا حصل الشرف بيكم. رجاء الدعم، لايك، كومنت، شير،
باذن الله احنا بنغيب برضو بنعمل مسابقات. احب بس افرحكم وليا الشرف انكم معايا. كنت عايز اقول ايه تاني؟ طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى بعد اهلي شغلي دوما بحبه جدا، هي واخده جزء كبير من حياتي وانا ما فيش اي مشكله وسعيد بكده جدا لاني بعمل حاجه بحبها وهي يعني ماليه برضو جزء في حياتي، النيل بقى والمشاعر، فهي ماليه فراغ شويه في حياتي. ف ان حضراتكم معايا يعني ده بيهون كتير برضو عليا في رحلتي، وباذن الله مكملين مع بعض. وانا معكم اسلام كرم قناه بيت الزواحف، اي حد عايز اي حاجه اي طلب نفسه فيه احنا مش حارمينكم من حاجه. يعني عايزين حضرتك حيوان في اسكندريه نفسها بنجيب، عايزين مزارع غزلان مزارع نعام بنصور بفضل الله، اي حيوانات عايزين تعرفوا فين اشبال الاسود بتتباع والاسود الكبيره جبنا لكم بفضل الله كل الحيوانات اللي انتم عايزينها. اللي عنده اي طلب برضو تاني انا تحت امره. الفترة اللي فاتت قاعد لف كتير في محافظات، يعني بفضل ربنا يديمها علينا نعمة الحمد لله رب العالمين، وما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، كله بفضل ربنا، يعني لا مجهود ولا بتاع. انا ضد ان حد يقول لك ده مجهودي والكلام ده، وكله بفضل ربنا بيبعد. انا في حاجات جت على القناة انا ما كنتش مجهز لها اصلا، هي جت كده من عند ربنا وبتتم بفضل ربنا وتوفيقه. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، ده تقريبا من النوادر اني بطلع اتكلم مع حضراتكم. السلسله بتاعت الحيوانات اللي احنا كنا بنطلع نتكلم عنها مع بعض باذن الله مكمله برده، بس ايه هنخلص برده شغل المزارع يعني الحاجات الاساسيات اللي معانا الاول، بعدين هنبقى نرجع لها ان شاء الله. اتمنى ما اكونش طولت عليكم. طبعا الكلام ده انا هحطه مع الفيديو اللي حضراتكم اتفرجتوا عليه، بس ده متصور لوحده وده متصور لوحده. فاحنا حتى يا جماعه لو بنغيب يومين ثلاثه اربعه فده يبقى علشان ان انا في محافظه ثانيه، الدقهليه الشرقيه كان بصور وكله عشان خاطر حضراتكم. فاتمنى ما تزعلوش مننا ان احنا بنغيب يومين ثلاثه ولا حاجه، بس والله كل ده عشان خاطر حضراتكم وعلشان نشوف حاجات جديده ما شفناهاش قبل كده، لان بفضل الله اصلا اغلب محتوانا اللي على القناه حصري. اللي بيشوفنا بلا مره ما تنساش تفعل جرس الاشتراك، كمان ما تنساش يعني تتاكد من تفعيل زر التنبيه عشان توصلك الاشعارات بكل الفيديوهات اللي احنا بنرفعها، ان في بعض الاحيان اليوتيوب ما بيجيبلكش اشعارات، فعلشان تيجي لك كل اشعاراتنا وتبقى متابع نشط معانا، تتابع المسابقات اللي هتنزل اول باول بتاع شغلنا، واللي اتمنى من كل قلبي انه ينال على اعجاب حضراتكم. اشوفكم الحلقه الجايه على خير. كان معكم اسلام كرم قناه بيت الزواحف. وانا على فكره اي حد حتى عايز يعمل قناه انا بديله كل النصايح من غير اي حاجه، يعني انا بديله كل النصايح ويعني اللي انت عايزه انا تحت امرك فيه، وهقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه. يعني انا ما بتاخرش من حد في حاجه، في قنوات يعني بفضل من ربنا وحده بتعمل محتوى مشابه، انا ما بتكلمش مع حد في حاجه، ربنا يوسع على الجميع ويرزق الجميع، ما فيش بيني وبين اي حد اي حاجه، وربنا لا يجعل في قلوبنا لا غنى ولا كره ولا حقد لاي حد. شفتوا اغني راب؟ بص الحمام طاير فرقع على الكورنيش بقى عشان انا لبتك كتير. بس اليومين دول يعني على الوقت اللي انت حضرتك بتشوف الفيديو فيه بالتاريخ بتاعه، في تجديدات شويه في الكورنيش، فهادين كتير مش عارف بصوا المنظر ده.